ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمتنا بو بيشكش كردني القيد دوامي زنجيري شيعاجري كباسكي بيشومان لسر أصلي درزبوني شيعبو كرئي زور لزاناياني شيعاجريتي فارس أجرنو بو أويكا لقال همو بيغنبريكا سلامي خوان ليبيا أم بيام هاتوا واتا بيامي تشيع بيامي ولايتي سيدنا علي كأبي دواي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام سيدنا علي ببابا خليفة وإمامة بوأوة باسي الرأي كم من كرتك أغاني سرچاو كانش من هنانوك لشو أوان أو زنجيرة سندانيان بخوان دروس كردو كايجينتو تيشمان كأوتنها للاي الشيعة كان بقشتي هيا وبتايبتي للاي الشيعي فارس شيعي إيراني واتل لاي يهود ونصارى واني ترنية وهروها لسرچاو كان أهل السنة تنانت لسرچاو كان لاي الشيعة مرجع قورة كان عربي الشيعة أو جديسان للاي دي مثل باسي دوهم لدرزبوني الشيعة والرأي دوهم أو يك هندق لو رافضانا هندق لو الشيعانا بيانوا يك إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع بذرة التشيع وأن الشيعة ظهرت في عصره وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في زمنه صلى الله عليه وسلم. أما أنا رأي أنواعك ألين لو كاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هبو هر لو كاتش التشيع دروز بوا يعني ليه كاتا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دينك يرون كردو بوا خلقي التشيع إجلم لا وبجر زميني ببيدنكي إشي يكرد كأنما نعوذ بالله بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دو ديني جوازي هنا دو ختي جوازي بو خلق جاندو يتشانم اسلام ظاهريه كبو خلقي باسكو يتشي تربا بنهاني او يكبو علي كري بطالب او جماعتك ايش بون با شيعي علي ك نايشان سدله ضمني او انك قمي باسيانك لا كتب كان اخوان ولا سرتش كان انا إنه بختي يشكل زانا كان كتبه شيء بناي فرق الشيعة للا برا حفدوا لقمي ونقليك ألف أول الفرق الشيعة وهي فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد يكمين تيبي شيعة أول الفرق الشيعة يعني يكمين جروب كشيعبون فرقة علي كريبي طالبة كبيان وتراوى الشيعي علي لزماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دواي أويش معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته بو مشهور بون كهمشتكان قراندو تولاي سيدنا علي وهروها باسيان لإمامتي أو كردوا منهم المقداد بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي وأبو ذر جندب بن جنادل غفاري وعمار بن ياسر المذحجي أم تشار برز مقدادو سلماني فارسيو أبو ذر عماري كرياسر خواليان رازي به أمانة وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة أماش طبعا لقمي لمقالات والفرق باسيكات ولا لا بربع عن ظاهر وهو كوت منه بختي للفرق باسيكات لفرق الشيعة كأمانة أما أنا الرأي أنوايك الهر لو سردما يا أم تشوار برزة أم تشوار يا ورا برزة الشيعي عليبون يعني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دينك أي أجيان أما أنا اشتكتولي كان دروس كردبوك الشيعي كري الشيعي علي كري بطالب طبعا اشتيت شواش دور دورة يا كم شمك أبي بزانين باشا روايتي أم تشوار برزة أم تشوار صحابة برزة الرجل الرجان يتشك لمن هاتوا لسردمي علي كري بطالب بيشتر دواتر سردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام يحسي خلفاي بيشتر خالي عن راضي بآية كسق لمانا هاتو بلا إما ولا أمان هيبو علي كريبي طالب ولايتي أو من قبوله ونابه
خلافة يشلدواي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بغيري علي ببيت طبعا شتي وهاشنية وهروها هندك لمانا ألين كتشيو عكل لدواي زمني بيغمري عليه الصلاة والسلام زياتر دركوت وكو الكتابي الصلة بين التصوف والشيعة هاتوا وهروها محمد حسين قال كاش في الغطاء غطاء أم كساني كباسيانا كمعرب رأيان زوريان رأيان آوايك لو سردمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دينك يرونا كردوا لو سردمش أولائك هبوبو علي كريبي طالب بلام بالرأي جيوازي أمان جا هيانا بيوابك ولايتك يك أبو علي كريبي طالب ولو كاتو ولائيان داوتي بو صفتيك أبي بخليفة دواي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام هنديكي تريشان هر مناصريان كريبي وكو مناصري علي كريبي طالب واشتيكي طبعا دوريشني للصحابة صحابة هيا هرنا أخوانا متأثر بون بيا كتري هيتش إشكالات إجلسروني والرابوتوني جوازي شان هربوا شكو أخوه ملقال بندراون محمد حسين قال كاشف الغطاء كصالي سلسطة حفتوسي هيجي كوتي دعي كردو لبغداب ولا بيروت ولا مشهورة قال إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة يعني يك من كسك توي تشيعك إدانا وهرخاوني شريعتك خويتي عليه الصلاة والسلام وتا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني سيرك لو كاتيك إسلامك يرون كردوتوا بذرة التشيع توي تشيعك شي تاندو الهمام كاتا إتشون أشهر دوشي وكدو توجهي جاواز أقر نالين دو ديني جاواز باش دو رؤية جاواز دو مذهبي جاواز ديدو هلويستي جاواز چون أشياء بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأما معصومة ليكاتا دو رقا دياريبك وأوهم آياتانش كافرما أم بيغمبر بو أوهاتو كلمة خلقك يكخا لسر توحيدك باشان ألي جنبا إلى جنب فيك وهردوشان إسلامك شو تشيعك وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته لم كتبها لكتبي أصل الشيعة كهي محمد حسين آل كاشف الغطاء للا برتشلوسية أما أليتوك في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام أراستي تشيعك شي أكرت لهمان كاتك أراستي إسلامك يكر جنبا إلى جنب وسواء بسواء بيكو هردو كان وكو يك وبردوام قشو نشون ماي بيدا تشاو ديري أو ديري يكر هتا وكو لدواي خوي عليه الصلاة والسلام برهميدا أمر رأي محمد جواد مغنيشة في الكتاب الاثنى عشرية وأهل البيت لابرا بيستونوهر وهاش معروف لتاريخ فقه جعفري لابرا ستو بيانش وهروا وائلي لهوية التشيع لابرا بيستوحوت وشيرازي لهكذا الشيعة لا برتشوار وهروا محمد رضا مظفر محمد رضا المظفر مديري فقهي مديري كلي فقهي نجاف لتاريخ التشيع لا بر هجدة نوسيوتي هروها أحمد تفاح لأصول دين لا بر هجدة أما الرأي أمانة بشويتي قشتي الرأي دو مناو الشيعة كان كأليه الشيعة قريت يكا هر لأول واللقر لسر دسي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تو تشندرا أو ديري وشاو ديري كرا قشو نشو نماي كرت لدو أخوي برهميدا أمر رأيك بين سري سيركين يكا من كسك أمر رأيي در بالريوة ببي سلسلة تاريخي أما أني ناوم بردن طبعا عربة كان محمد حسين آل كاشف الغطاء محمد جواد مغني وأواني تر أما أنا يسر دمن لما دائم حفتا صد عليها هاتون بلام يك من كسك أمي باس كردوا قمية كالكتاب المقالات والفرق باس كردوا هروا دواي أو نوبختي كالفرق الشيعية باس يان كردوا وبيج أشياء لو سردمي أمانا كباس يان لو كردوا مجبور بون قبل أن تشيع قررتو بوسر خدي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شو كلو سردمانه هجومي كيزور لسر الشيعة بوك أقررنو سر عبد الله كوري سبا كجولة كدرس دي كردو
لبر أو إخوان تبراب كان لو يكجولا كدرستينا كردوينو هذا كي دركي أمينا جولاندو متأثرين بويك إمبراطورية فارسي رخا ولا سردستي عمري كري خطاب وإما أمانو يطوليك بكينو بلام ناتو أنين ظاهرا دركوين إلا بمرقاي تشيو عنا بيه أنجابوي تشيو عكا بيروس كان للاي أتباع إخوان وتويانا جونك هيج سنة ديقني وتويانا كوائم تشيو على سردستي خدي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام وكو تو چندراو نشو نماي كردو و چاو ديري و او ديري كراو ديارة طبعا رأيه كان لسراوك هم ببيروزي دائنان اصلي شي ادن دليلي كي شرعي ادن لبرچاوي اتباع كان اخوان ودوري جاكو نو اللواني كبيان او تريك ايو هزي كي دركي دروسي كردون يا بدافعي شي دركي وكو امراطورية فارس الرماوكا بو انتقامي بسنوا اما تان دروس كردون ديارة طبعا اما شكاوان جلوة ترساون كبوتريا واستاشر وها قبلي عبد الله كري سبق دروسي كردون ودستي جولك ويم حاولي وان كردو كصفتي كي شرعي بدن بما وهروا الرد لا او كسانا بدن وكا امر يعني هن هبو بويا انجا اواني كوان اعتمادي عن كردو سر قمي قمي هم اعتماد كان لسر كومالك سند الروايات ام سند الروايات انا لسر دمي خويا هي ناون يتيوا بلان دعي ترك للرجال الكشي خويان وهروا محققين إخوان العرب وهنديكش طبعا لفارس كان كبدواي سندا كان روشتونتوا سيرا كان همو أو سندانا لوانا كخوتي كذابين وضالون ومغالون وأماني تيايا بويا كأشقرين وكو أهل سنة جماعة بتحقيق أم سندانا كأبو أوانش كراواتو ديسانو كإمام ابن الجوزي رحمة إخوة ليبيا كالكتابي الموضوعات لمجلد يكمل برا 368 بالدليل كان الرشدوت واللي بدواوا هموي بطال كردونة هروها شوكاني رحمة إخوالي بك شوكاني بوخوي زيدي بوشيعة بوكبوبو بسوني صاحب كتابي نيل الأوطار السيل الجرار وكتابها نيتر وألم كتابش يا الفوائد المجموعة لابرا 342 بهمان شوا قراوتو بشور أم سنة دانيا بتحقيقي كردون چونك هيك لصفتي الشوكاني خوي اما هر محققه هم محدثه فقيه هيك محققه براوت كبني ترجيحي ادلي للايوكو محققين تري فقهاء شرع ناسان ولا همان كاتي شاب سند كاني شاء الرواتو شار زايجي غوريلا رجال الحديث كشه چونك بيشتري الشيعة بوا شار زايل مدرسي الشيعة وجاواز يكاني نوان زيدي وإمامي وإسماعيلي وأواني ترهبوا كهاتو تسر أهل سنة وجماعة طبعا رأي لسر أهل حديثة سيري كردو أماش ديسان ميداني شي تري معرفي بو فير كردو زيادي كردو تواني وتزور بأساني أو تحقيقان أو سندان هم يبكاتو وأصل أساسي شان دربينك هيج أساسي شيني نا إمامتنا ولايتنا ولاية علي كريب طالب ونتشيعيش لسر دمي يغمر إخوائي عليه الصلاة والسلام هبوا شنك أويك نسبي تنسيبيا كانوا بو زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام هيج دليليك إلى سرنية وديارك بلغي زعيفة يعني موضوع هروها هندي كسي تروكو ابن خلدون كمحقق شي قبري هي كومل ناسية ابن خلدون تونسية وصاحب كتابي هربا مقدمة مشهورة مقدمة ابن خلدون شكو مقدمة كتابك خوي كتابي شي قوري وابن خلدون باعترافي غربيش يكمين كسكا كبنما كانوا رساكاني كومل ناسي دانا ولا جيهانا شون امام الشافعي رحمة خالي بك صالي دو صد وشواري هجري كوشي دو هاي كردو يكمين كسل جيهانا ككتابي الرسالة النوسي أولين كتابي تومار كردني دستورية واتفقي دستوري كهزار دو صصال لمو بيجبوه ابن خلدون يشبه ماشي ودع مزري نري علم اجتماع ولو كتبه خوشا لمجلد يدوهم لابرا بينصط وبيستوحوت كتحقيق علي عبد الواحد وافية باس لواكاتو كالله امانها موي السنة دا كان ينهي چي ناقرتو سر بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام براستيش كاللوه وهاتبه تشيع لسر دمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام هبو بي دوهم أمر يكا قرينو سراوي أصلي شينيان نال قرآن نال حديثي بيغمرا صلى الله عليه وسلم بوشي تنها أبي قمي وهروها فقها فرس تكراري كانو هنا بيتيانو بسنة دكانو آية أم إمامت يكا أوان دا قورين ناشي آياتي كي لسر بي نجا ناشي الصريح لسري بي يعني ناشي علي كري بيطالب بم قوري خوي بم بياو مزني تاريخ إسلامه كدوستو دجمن مسلمان وكافر شاهدي بو قوري سيدنا علي دن إيه باشا ناكر ناوي الزيد هاتوها
نعم أبو لهب هاتوا القرآن نعم سيدنا علي نيكا إمامتك أوان دقوري ومهم وخلافة في أغمري خواهي عليه الصلاة والسلام شتي تيني بالتأكيد دعاية والسندي كي تاريخي شيني كبقرة توبو أوي والرأي كيشا بيتشواني أو بنما والرسا أصولياني كأهل ديني لسرو حقيقة كان شيان بي سلمين راو تشسبين راو فعشان إسلام بهو هاتهم أمتهم إلى سريك رأيكو كاتو لسريك توحيد لسر لا إله إلا الله كوهن كاتو غير لا إله إلا الله شي لكس قبول نكردو لسرتاي بانقوازي يكما كبي عمري خو عليه الصلاة والسلام كتاب لي استضعاف بو تناخوي بو خديجة وعلي وزيد سيدنا أبو بكر ما نعم يعني فيه نابو يشتاد بانقوازي كسري بو بون بسيونو كسي شاشتهر بنهيني ما بو بلام همو سرتاي همو دس بيك كاني هر لا إله إلا الله كبو كوتا فرمايشتي شي لجياني هر لا إله إلا الله كبو ما ويك مؤخيري هر سلمان دنو تسبان دني لا إله إلا الله كبو ببان كيشت كردن ببيك وناني أمتك ببزافي قرانكاريك قرانكاري لعبدك بو سادي قريش هم لا إله إلا الله كيبي سلمان دن وهر مصر يجبو لسروك بقبولي كان بو لا إله إلا الله كأساسية كما هيك أماني تردلي ليكينية خواهي قرار فرمي إن الدين عند الله الإسلام معقولة خواهي بردقار بم آية بفرمي إن الدين عند الله الإسلام أي بيغمر أمان بقينك الدين للا خواهي بردقار تنها إسلاما بلام للا تنشتش ولا بنا وبتشر بتشر ديني چي ككناي تشيوع بيان بقينك بقين بعلي قريب طالب باشان مقداد أبو ذر سلمان أواني شوري بقر أوشتيكي ناممكنة و خواي بردقار جفرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن أداتي نفي تأبيدية فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هركس غير إسلام وربقري لي قبلناك بايت شوي لي قبلناك شون أشيتو شون أشيوا بلين باشا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دستي بم إيش شكر أقر أما أنه تسنن أيش ما ناونا تشيع باش أقولت ما تشيع لو سردم هذا سيبيكل أي تصنونك خوي لك أيه هذا سيبيكل أو كات ختي السني قري كلا بيا داش كوت كوت هذا سيبيكل كخوي جورا فرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق يا كاميان أصلا كاميان طارئ إن دواي درزبون أما أجر هيج سنة ديك ناش سلمان ربو سردمي بيا غمر عليه الصلاة والسلام بلام أجر سلمان را ألين كاميان أصلا دعاء معقولة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يكم كسي كبان كردو بو إسلام كخديجة لسر تشيع كبان جي كريا لسر تسننك كيشت علي كريب طالب مسلمان نبوبو يعني خديجة بان كردو تشيع ك ناكري يعني أمانا هندك لما أنا لقل حقائق تاريخية كناقرنو لقل سند الروايات يكناقرنو لقل عقل منطقي شديسان يكناقرنو فاشان أبيبلين آية لزمني أبو بكر وعمر أخواليان رازبة تشيع كسري هل دهوة أقر ما يكبرين لسقيفي بني ساعدة هندي كت رأي أنوابه كعلي كريبي طالب بباب خليفة لجاتي أبو بكر صديق ناوي أو مطرحنا بو أصلا باشا أقر فرزنا ناوي أو طرح وكو وسيدي كري خضيري يا سعدي كري عبادة يا سعدي كري عبادة سيدي أنصار ناوي أو طرح كرابه أقر وابوايا وقال لو سردمي علي كريبي طالب وش بيعوي شي آزاو الرشيد وجوامر وبليغ وزانا وبتقوى ناكر خوش بيدن بو بيلا ما في شي خوي ما فكرش ما في خوي نيا ما في إمامتي بشرية أقر واب أم ولايته شون وازي لي ديني بتقيا جامش طبعا شي عكان الله نقول لسر تقيا وازي لنا أو تقيا أوان وصفيا كان كاملا يعني نفاق يعني دور رؤي كوجب راسي له سيدنا علي ناورشته إمام ابن تيمية رحمة قال بل منهاج السنة النبوية لمجلد دوهم لا برشص دو أفرميها ففي خلافة أبي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد لسردمي أبو بكر وعمر دو صالو بيانج مانكي سيدنا أبو بكر ودو صالي سيدنا عمر هيتش كاسك نبوك بي بلن أما الشيعة علي وكلمة الشيعة شهر نبي سراء ولا هيجش لو صحابة أبي هركسك إيش أو الدعاء ولا فوق زافة اللي بدأ سنة ده كان يبينه كالروي توجينويش علمي بيسلمينك صادقك مسلمانك الضبط عدل ليشي كي جراته وتاكو قاتو سنة دي قاتو أو سردمة
بوي أمانش طبعا شاربون لويكا أمكي ابن تيمية رحمتي خواي اللي بي أفرمي كلو سر مكاس نبو هندك لا آية الله كان يعني لما راجع قورة كان الشيعة كلا عرب كان شيعي عربي باوريان وايا كبال الراس تأما وهروها وكو محمد حسين آل كاشف الغطاء اللي كتابي أصل الشيعة لا برد شلو هشتا عليها كمش سيدة جي قورة طعن آية الله جي قورة الله ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مجال للظهور من علم رضي الله عنهما ونيوتو لسردمي الله الشيعة والتشيع لسردمي أو دو برزة أو دو خليفة برزة أبو بكر وعمر طبعا نبي شهر من علم خليفة برز لسردمي أو أنا أو الله أبو بكر وعمر هيج مجالك نبو بودر كوتن لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة دوشت دو حبارة يا كميان مجال نبو دركوه أما خوي قسيك إني يجي تياه وكوكور دالي دو هميان لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة لسردمي أبو بكر وعمر خواليان رازي به إسلام لسر منهج راستكي خوي الرشد كلسر منهج راستكي خوي الرشد شون أشياء بلين تشيع لسردمي بيغمر أبو عليه الصلاة والسلام لسردمي بيغمبر أبو بي عليه الصلاة والسلام برام لسردمي أبو بكر وعمر درنا كوت نام هابي هروها محمد حسين العاملي أيش لكتابي الشيعة في التاريخ لا برسي ونو تاكو تشل الله إن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأبي بكر وصار المسلمون فرقة واحدة إلى أواخر أيام الخليفة الثالث خليفة ثالث يشسيم بالصل حكمي كردو يعني بيستي أو دي أو سيدنا عمر دو صالي سيدنا أبو بكر أمسي ودو صالة تشيح يشتكي درنا كوتوا بيع ترافي خوشا لأواخيري سردمي سيدنا عثمان على در كوتوا أم بيعوك أمشان هر آية الله يكترام عالمي كتري أنا محمد حسين عاملية لم كتبها وقال باشا معقولة بلين لسردمي بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام تفرق كهبو سني وشيعة هبو بلام دعي لسردمي أبو بكر وعمر وعثمان سيو دو صال نما دعي لسردمي علي كريب طالبة در كوتبته يعني مشتكي قمانيت يعني كمقسيك معنى إهمال كرابو كاتي بوشي إهمال كرابو يعني أصل وساسي جيني وأو سردمانش لسقيفة بني ساعدة بيعد رابة خليفة أبو بكر صديق خوالي رازي به دياره هرو كاتا الرأي كان بوكاية توابو كوتاي بها سيدنا علي خوشي أقر فرمو بيتي من أحق ترمبي يا صحابة يا شي ترفي وتبي يان عباس إمامي بيغمر صلى الله عليه وسلم يان كساني كي ترفي يان وتبي كتو أحق تري وكو بسف يان كبي وتوا يتوا هر خوي باوري وابوك وما دام سيدنا أبو بكر أبو بخليفة أبو بكر إش بلاي سيدنا علي شو كبيا ناسي كردو لسر من بري كوفة خياري أم أمتي بيعتي دهوتي وبيدان بويت الموضوع كوكو تايبي هاتو وكو هر رأيي شي تركي إملنا وخو مانا هاو أقبلين قرينة كان يكتري هاو شان يكتري رأيي كان مان رأي أدين لسر كان محوريك بون منا بيانش كز لسر رأي كوبيت ودوائك قيشتين النتيجة وإجماع دروز بوكو إجماع لسر بيعتي أبو بكر صديق وآله الرازي بها أواني ترسح حب رأيي كان نارونا وندب الدوائي شو خطو خطو تيتيا دروز نبوا فاش أنا بينين بوشي وإهمال كرا لبرو أصل أساسي شي نبوا جنا ناكرة هل وكو شون آية يعني وقصد في مشيك واغضض من صوتك يا باشا ما آياتك لسر سلوك أي ما بو إهمال نكرا آيات ميرات وشي فقريتي آيات ميرات إهمال نكرة أي وشي شيعة وسني لسرم آياتان ميرات مو متفق نقروا ميرات مهم ترى أم ولايتي سيدنا علي وإمام كان دعاي أو كولايتي تكوينية ولايتي خلقية ولايتي تشريعية هم شون أشياء موابي شون أشياء أو شتقوري إهمال بكرة يعني آية لسردمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام سلمان كان هميان جاواز بونو بلام لسردمي سيدو صالح سي خليفة برزكا هميان بوبون بيك خالي شيتر اويكا شيعة كان لين عمار وابو ذر المقداد امسي بريزة لقل سلماني فارسي خوالي ان رازي بيه امانا جماعة علي كرة ابي طالب باشا تدلي لسر ام دعوة هي لسر ام دعوة لا فوق زافة هي رأي ما بو بينو بزين سلماني فارسي يا ابو ذر يا مقداد يان أسامة يا هريشك لو رأي لو برزاني كأيوالين
معناه الشيعة يعليبون الرأي يقلمت شعر صحابي بأنه بلي تأيدي ولايتي علي كري بطالب ينكر لسردمي بيش أبو بكريشة أم برزان السيد سيدنا عليان بقدوة زهنيو لخزمتي أبون مفرزبون تشكيلون بغمري عليه الصلاة والسلام لتنجارة لبدري شاول لناردنيا وكسوري ممتحين البداية ممتحين هاتوا سيدنا علي مقدادي كري أسودي أسودي بيكو ناردو رجل زبيري كري عوام بو هنانو أو نامي كري حاطبي حاطبي كري أبي بلتعن وسيبوي بو أهلي مكة هروها سيدنا علي مقدادي كري أسودي ناردي سان بهمان شيوبو هناني خبرك درباري لشكركي قريش كهاتب لغزاي بدر أما إشكالك لو درزناك كم مقدادي كري أسوديش متأثر بب علي كري بطالب وكبيا وشاكو سوار شاكو بيا وشي بتقوى كار والحمد لله نموني فاشا شو دليلك ما ندن لسر تكفيري شيخين تكفيري أبو بكر وعمر كي يخوتان لن همو كسك أبوها تكفيري أم شيخين بكا كإستاج إيو إيمة أمبيا كافرة لبربا ورنا بخلافة أبو بكر وعمر هي شو دليلك تانا لسر أوي كمقدادي كره أسود أم دوبار خليفة برزي بكافر زاني شو دليلك تانا كأبو ذر خالي رازي بي أم دو خليفة برزي بكافر زاني بي يا هري شيء تقدر لو تشار برزي كناوي أنا يا الصحابة كاني شد دليلك تان هي لسروي كأم بيا وبرزانا براءتي عن درب ريبي لأبو بكر وعمر وكو كأي وداواك إنه مذهبي أي وداواك كهر كسيك مسلمان بيبد نظرتان بيبد الشيعة أبي تبرأي خوي إعلام كلا أبو بكر وعمر ومن والاهما هر كسيك إيش كبشتيانو لا ينجريان يعني إمام أنا نش وبم تبرابونش نبنا بيبد الشيعة باش شد دليلك ما لسر وادنك من خدادي كوري أسود واي كردو يا جنيوي شي أبو بكر وعمر ذا بحاشا طبعا حاشا لو أنت شنك أوان زور برسترن لويك شتي جوابك كوابو أماني شي على فو قزافك وسندك شي خيال يان بودرس كرو لك كذابين ومغالين با بيناسي خويان هيج دليل هيج شتي شي تري لسرني جا سير أويا لمقولاتي تري أنا كهاتو لرواياتي تري أنا كهاتو ناوي الزبيري كوري عوامي شان خستو تريزي أم شار برزو لرجال الكشي بيعواني كشي ككتابك كشي ناوي كابراكي والرجال علم الرجال كي للابرا سطو سيو سي جمار دو سطو دا الرواياتي دو سطو دا على إن الزبير والمقداد وسلمان حلقوا رؤوسهم ليقاتلوا أبا بكر زبيري كوري عوامو مقدادي كري أسود سلماني فارسي سريان باك تاشي وكتون تلبا سريان تاشي بوين نروع تدر امتحانا كان هر سعيب كالا مالو طبعا او زمانا وابو يسا سر تاشي الموديل سريان تاشي بو اوي دجاتي سيدنا أبو بكر كنو بشمشير برن بري بوستنو كشتاري برن برك سيرا ويكا باسي الزبيري جاكا ليرا زبيري كري حوامو اما الروايتي أهل التشيع فارسي كشر رواياتي قمية رواياتي أواني تري الرجال الكشي طبعا دعي بينا سير رجالي سند كان كاتو بدو أواني تري الرواتو إما لا يحضر الفقيه بي هي أصولي كافي بي إي باشا أم كابرا هيك شوتو بدو أي تحقيق خاسر كعم الزبيري كور عوامي شيتي يعني لقل أم تشار برا زي ترى إي زبيري كور عوام معلومة لقل طلحي كور عبيد الله وعائشة خوالي عن راضي ترى في أبون برامبر سيدنا علي بشمشير شون سيدنا زبير لترفي علي كري بطالب يشبو دوائي بشمشيرش بران بري وستاوتو ديارك سنة دكان بي سرو برن الشيء اقرب لين غلط يكا كراو اي باشا غلط كا خوك تيبك يك جاري نخيو نتو كابرا دوائي من سنة دي هناوتو اقر نجاتي زبير ناوي چي كبو زبير ينوسيو رجال الكشي دوائي كشفي كردو كو ام حالا يكا اي بوائي چي چي كيب خاطر شون اقرب بلان بهر حال هر بمشوير روشتو كا دياريشة طبعا أمانة بهالا دات شوية عن رواياته كاني طبعا زور سلو بريان بيكوني ابن المرتضى كابرايكي الشيعي زيدية زيدية كان طبعا رازينين باسي إمامته وعصمته ورجعته أمانة طبعا رقل دونزا إمامي كاي يقناقرنه وأم حوثيانة طبعا أم مرتضى ابن المرتضى شهر لا حوثية كان حوثية كان إسا سياسيا يشيان قرتو كوبونته لسرويك حكم يمن كي يعتبر دستيان أمان للراستي أخوي بدر الدين الحوثي باوش عبد الملك شو بوقم ميواني أوان بو هر لوي مناظري كي لقلا كردن وتيما بالرامة بمهدية كنية كلا ناو معنا ناجي إما إمامك مانيو كلا ناو معنا بجي قيادة ما بك
باور من بدوانز إمامي جنيه دوانز إمام هبنو دوائي لمهدية وستابه صالي دوسن فنجاو بيانجي هجي كوتي شوت سردابي سامره باوريش من بوانيه كمهدي او دي او اي او اي لين باوريش من بوانيه كدوائي مهدي زندو ديتو اوانا زندو كاتو للرجعة او بيوتر الرجعة سيدنا أبو بكر وعمر وخالد وعائشة وحفصة وأنا زين دوكاتو ومحاكمة أنا كودو أي داري حد نعوذ بالله الزينة لعائشة داو باورين بم شتانني جاء أم ابن المرتضى رد لوانا داتو لشيعي إمامي أليه أقر أوانا فإن زعموا أن عمارا وأبا ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي كانوا سلفهم كانوا سلفهم لقولهم بإمامة علي عليه السلام أكذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب له. ألا ترى أن عمارا فاشا دي مسلم خالبا زور نبي أم كابرايالي أجر إمامي كان لا فقزا في أول يدا كعمار وأبو ذر غفاري مقداري كري أسود وسلماني فارسي في شواي أمانا لتشيعك يا أبو سيدنا علي وأوان فرمو بيتيان إمامة يكبو علي وأمانج بدوي أو شوار برزايا الرونوا إهر أو بدرو أنا خاتو كأم شوار برزا الرجل للرجل نبراء أتيان در بري وبران بر أبو بكر وعمر ونجني وشيان بيداون سرباري وشك أمان نكردو أن عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة عماري كرياسر كي أولان يتشكبو لو شواري برواي بولايتي علي أبو إباشا رمبيا وبرز عماري كرياسر بوبا والي وسيدنا علي لكوفة هروها سلماني فارسي بوبا والي سيدنا عمر لمدائن يتشونا شيء أمانة أو أن دجي أم أبو بكر عمر ابن بمنافق ينزاني بي وبكافر ينزاني بي وبمشرك ينزاني بي وبمغتصبي زودكاري خلافت ينزاني بي ديسان بوان بوبنو بوالي كجزء كالإدارة وكالبدستي دولتك وحتى ولاية غصب كراوك أولاً تجينا ممكنة طبعاً بو أمانة وقتك قررت وصر ابن الأثير لأسد الغابة ابن حجر للإصابة ابن عبد البر للإستيعاب أمانة طبعاً هميان باسي أماني تيابا مشيويا وهروا طبقات ابن سعد أواني تر خالي تر كشيخ موسى جار الله موسى جار الله ابن عوكيوة الشيخ موسى جار الله ابن فاطمة التركستانية التتري أما في عيوشي برزة لصالي 1878 لروسيا لدائق بدو أي قورة تربو علوم الشرعي هم خندو زور شعر زابو بوبا مفتي قوري روسيا بيش ورشي بالشافية كان بيش 1907 داش ورشي بالشافية كان أو يتر بيشتر هاتبو قرابو عالم إسلامية سيصاليش لما كبوبو ودعي قرأ طبعا بعالم إسلامي وسر لنه ونار تانيه مبجهشت ومجهت يكلواني كأنه سر الدجي طبعا الآخر مطافي خوي زور لعمري لشبقاري هندستان وأفغانستان وأنا صرف كردو لناو تشي تشينو سينكيانجي إستا كتركستاني روش أهواي بيه وتريا وهروها لمصر ولمكة ومدينة وحجاز نجاب إيرانا تشوش عراق ودانشتني لقل شيعة كان وآية الله كان أبو زمصر دمانيان وقسان سيلقل كردن مناقشة دو اي كتابي كدانا بنايو الوشيعة في نقض عقائد الشيعة كالرد لو طبعا كانت كسانة دو يعني تسير شوار رد بيني وهي الشيعة كان كالرد ل لنبيا وبرزاء دانوا لسر او كتابي الوشيعة انبيا وبرزاش طبعا رحمتي خوالي بلصالي زانو صوت شلونو لمصر كوتي دو اي كرد واديارة هاج بوبي بس زريتي ناكر أم بيها وبرزة عليها أم قصي الشيعك ألين تشيع لقل دينك يا يكم جارك هبوه وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام توي چاندو قشو نشن مايل سردستي بيروزي أو كردو چاو ديوري أو ديريك أو كردو تيو دعي برهمي داوة ألين قصي براسي مغالطة فاحشة خرجت من حدود كل أدب أما براستي تشوى شكاري وهلو تاواني جي قوريا همو سنوري همو أدبكي شكاندوا كأو قصي دروس كردو تشم كوا افترايا كبدن بيغمر إخواه عليه الصلاة والسلام وياري كردن شبه كلمة ورستو جملة كان ويتعجب من قولي من أن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفسه صاحب الشريعة أنجا هل أم خويا فرمي
حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم باشا تو يك بيغمر صلى الله عليه وسلم كان دوتي آخر أم تو خوي شيء أنت أذكر دوتي أنبتت سنابلة سنابلة اللعن والتكفير للصحابة وخير الأم باشا أم تو أجر راسه بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كان دوتي بوشي أو صحابة برزانة هم يدين داري وتقوى كاري وعدالته أو شيء حضاري يعني هنا يا برهم بوشي أم توي إيه وكلا وسرد ما في غمر عليه الصلاة والسلام كان دبيتو أو ديري وشاو ديري كشي كرد بي أما إيه وبوشي هم يتكفير وجنودان وسب ولعنو لعنة كردن يهاتو تو بيشو إيه باشا أما بوشينا أبو توي كبير كلا سرد سي في غمريشي معصوم في غمريشي مبارك شون أشي أم تو أما إنتاج بك أقر أما الراستة أي بو أو يعني وأنا بو أي بو أوي كأو برهمي هنا وحضارتي الكركة بنا سازي أمتك إداري دولتك أراسيك وملقيك كوملقيك برفراوان يو بيرتان لو نكردتو تشون زكاة لزمان عمري كوري خطابة تشون توزيع كرالة سرهم ولاية إسلامي كان عمري كوري عاز لهم مصر زكاة توزيع كردو هر زياد بو أي نارد بو مدينة يونا ميني ربو إيرا أو كسانك دعاية وفقير وهجار همي بري قرتو بيدا بجوتي عركان أو إلي منتو بيدا بهاو سرجيري أو إلي منتو دغلو داني بيه بكرة وبيدا بتيرو تير لو شاخو شوانا بيخو شون أم إدارة حضارية قورية خليفة الراتب يخويها بك همو أوروبا لسردماني تعزي دعاية شورشي فرنسي 1580 بدعاية وقيشتنا أو نتيجة أبو بكر صديق خايل الرازي بلا يكم روجوه راتبي بو تحديد كرابو إلى بيت المال هل نقرأ بيت المال لك يتبردس شوانا حضارة الراقي وأمدات بروريك وعمري كوري خطاب يلا وكان يكرب سرين وأخوت لي بحرسيات أم أمة أم مجتمع أم هدوء أم دولة مندية نبوني شكوايك يشي وكو شريحي قازيك عمري كوري خطاب دعينابو حفتاص على قضاوتيك وقاضي شرعي مستقل جو يوجع اعترافك بوك علي كريبي طالب وكابري جولك هردو كان هاتنا لاي شريحي قاضي محاكمة كرت شون أم تشريعات شون أم قانونات شون أم إدارية أم مشاورة كردنا انجا أم ثروة سامانة بلاو كردنا مسلمات بيكوناني جيش ودرس كردني ديوانا كان شون أم هم آوا درس تكرر لسر أساسي أمان توي باشي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم كتشان دويتي لجي أسر برشتي أو وحي خوايا بتوجيه وحي خوايا وبأراستي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام بمشي ويا أم أمة خير أمة أخرجت للناس درس بول إيه شون أم خير أمة أخرجت للناس أراستي قرآن وسنة بيغمر عليه الصلاة والسلام كتشي لم لاشو شر أمة كوتوت اللعنة وفسق وفجور وتكفير كردن وكشتنون درن دعاتي كهتاكو استجبر دوام لحشدي وحشي وسوريا وإيران ولا مو أوشان أنا يبينين كشيعيتي يعني. كذا صلاة دار نشونة تمكينا شون أشي أم دعانا وكو يكو شون أم تو هردوكي وكو يكو لبرو موسى جار الله حقيتي كأون دا تعجبك وكأجل أما سوء أدب أما براسي بأدبية برامبر ببي غمري خواه عليه الصلاة والسلام وإفتراش برامبري ويالي حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخير الأمة والسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي منافقي الصحابة وأن وفاق الأمة ضلال وأن الرشاد في خلافها حتى توارت العقيدة الحق في لج من ضلال الشيعة جم الله أميك أوان كردوان باشا شون أكريبلين أم سنابلة أم قلا قنماني كبي غمري خواه عليه الصلاة والسلام تشاو ديري أو ديري كردو تشيعك إبرهيم هنا إيه هر أم تشيعي كقرآنك يرفض كردوتو كألي منافق كاني أم أمة دسكاريان كردو خلافتي أبو بكر وعمر زود كاري خلافة ولايتك علي كري أبي طالب نجا أم نفاق أم ظلمة أم همشتا عقيدة باكا كهر ديارنا ما ولا شابولي قم رايش يعني أم هر قسكاني أوك وتأي بهاد ليرك اللكتيبي الوشيعي باسي كردو أما الرأي كم دوهم كهرلناو تشيعك يعلن ناش أي دامزران دني الشيعة لك يوبو أو إيا كم رأي كم باس ما كر الحلقي رابردوه كأوانا كألن لقل بيامي همو بيغمبرك هم دوهم أوانا كألن لقل بيامي بيغمبره صلى الله عليه وسلم هاو جود بون بيكوا بيغاندو بيكوا توكي چاندو أما إسلامك يوش تشيعك رأي سيهم كهرهي شيعة كانا
ابن النديب ككابراتي معتزلي شيعية لا كتابي فهرست فهرستيش كتابك أو لو سردماك أنه سيبتي صالي 16 هجري كوتي دعي كردو كاكات هزار وتلو حوت كتابي شي بناي فهرست فهرست وشي شي فارسي أو يكم جهر ولي قرتوا لم كتابي فهرست لا أويتي أنه سيبتي هرشي كتاب ومقالاتي أو سردمي زماني خوي هيك نسراو بعربي عندك إجمع فارسيش طبعا تياتي أواني همو تدوين كردو توماري كردو كتابكش طبعا مشهورة و بنابان قول شاب كراو طبعا لم كتابها أم كابرايا كأخوي نايم محمد كبري إسحاق بس لو أكاك الشيعية كم جار كدروز بو يوم الجمل دروز واتا لو شري جمال كطلحو زبير وعائشة اللي ترفي ابن علي كوري بطالب اللي ترفي ايشي تربون كأمان داواي خويني عثماني كور عفاني أنا كرت أمان ايانود كتو حسن وحسين حرسي مالك ابن كوركاني تون عثماني كور عفان لجولو كوش داوا شون أشي حسن وحسين كحرسن أغان لينا بي وشون أشي قميصي عثماني كهبخي ناوي هنا درو بنجكاني نائل خزاني سيدنا عثمان فريبو شون أشي أمان أغان لو هاوارو رمبر رمبو تشرب على نبو بي أمانش لوش نظري خوانو دواء خنانا كرو آنو توبوي بخليفة عثمان كبو بخليفة قاطلي عمري دوزي ويكسر تو كبوي بخليفة قاطلي عثمان بونا دوزيتو ولو اختلافش كهوهي بني أمية لا أصلا بني أمية وبني هاشم طبعا سر الله داتو چون وكو إما إستا بين كردو عربي أباديني وسوراني يا هندق لو عشائراني كدجب برزانين مثلا يا دجب عشرتي أبن يا شمراني مثلا عشرة تيكيت والحاصل لكلار لقرميان لكركوك لشارباجر لها مش هناك اي بينين عشائر كان لنا اخوانك بابو وابيريان اختلافيان بوبيل لم سرد ما شقر توزك اتفاقيان بيكو بوبيل لبرشتيك هلا داتو فيدنك برينكاني بيشو وكلين اتو اخوانك ديسان جارية بيت اما اشي لم بابتانش كوتو ناو ام بابتو بلام ام صحابي برزانة هليك بيشتهادي خوي داوي حقي شيئ كرت وعلي كل ربي طالبي جاي فرموك من أقرم بدوي قاتلك إيه بيدوزمو بلان قاتلك إيه وزان لنا أو خلقان أو هم تشكدارا هجدا أزار تشكدارا بيانا لهم كي قاتلك إيه عثماني كوري عفان هموش مشير برزا كانوا لين منهم هريا كالي لحاستي خويا منهم يخو مني جامك هم خلقان بيانا جيل لبرو الزمانك بيو ستاكو إيه دوزينو أمانيش ألم شراك بيوتر شري جمال أم رئيسية ميشي عك ابن النديم نقليك عليه أم رأيه وتيان شيعة لم كاتيا دروز دواي نماني سيدنا عثمان دواي سيدو صال حكم خلافة أبو بكر عمر عثمان سيدنا علي كبوبو بخليفة كومال خلق لم ترف بون بالشيعي علي ترف كيتر بون بالشيعي عثمان وكلمة الشيعة كشر وكوتم كلمة كبكارين ولا سردمشا أجرنو كابن النديم شهر ديسان أجرته لكتبية الفهرستي خوي لا برصت وحفت أو بيانت كسيدنا علي خالي الرازي بها قال إن عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئ إلى أمر الله جل اسمه فسمي من اتبعه على ذلك الشيعة فكان يقول الشيعة وسماهم عليه السلام الأصفياء الأولياء الله يوكاتي علي كريبي طالب كالشكري بيكو ناو بتما ابو تشات سر طلحة والزبير بو اوي كشتاريان لقلاب كاو هتاكو دينو سر امري خواي پروردگار لو كاتيا بيان وترا شيعة سيدنا علي خوشي اي فرمو شيعتي شيعة كي من اروكوت ما شيعة يعني طائفة هروها وسماهم عليه السلام الاصفياء الاولياء جماعة الشيعة كان خوي ناو ناون اصفياءو أولياء وكو ابن النديم أما يبقى أسكردو كوابو هر لو سردما بالرأي أم سيما أويك تشيع لدواي سيدنا عثمان دروز بو لشر جمالا دروز بو كطرفي أمبر بو بو نشيعي عثمان بابلين كشيدي جبوا وترفي أمبرش كشيعي علي بو بو شيوية ماونت أما سير رأي درباري هل ناو شيعيا كدرباري اوي يكم جار شيعة چون دروز رأي يكم يعني اتمنى واني زوريني كأهلي فرس وزاناني شيعي فارس باس يعني كردو كألين تشيع شتيجي تكوينية بيامي لقى بيامي همو بيغمبرانا هاتوا همو بيغمبريك لسيدنا آدموا
وسيتي بوشن كوتو كاني كردو عهدو بيماني لي ورقرتون كأبي اعتراف كان بولاية علي كري أبي طالب كالدواء محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أبي بابا خليفة. أما بس ما أنكر رأيي كم يعني رأي دو همش كأكثر أم عاصر عربي كاني لقلايا على التشيع لسردمي بيا عمر عليه الصلاة والسلام ليكاتا دروزبون رئيسي همش ابن النديم كنقلي كردو كألي لكاتي شري جملة خلق دروزبون تعاطفي كان دروزبو بو علي كريبي طالب وناوينان شيعي علي كريبي طالب هرخوي دو اي دين سر رأي اهل السنة وجماعة وباشا نوانيك المحققين تاريخين للرشالات ناسان وخلقاني كتري مستقل يا كاس زور جوي بشيعة وسنين نداو بس اشتكي واقعي تاريخي توجي نوي لسر كردو دين سر رأي اوانش ان شاء الله تعالى غير يارمتي دري مشوئي وجبه برشامان روشن كأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.